كذا كتجي. بالنسبه لهاد البنات هادي راه 3 في 1 شويه وبانيني بانينوز وكديروا فيها لي كوفر. المهم لا تقارن كاين هذا الموديل هذا وكاين هذا. شوفوا هما شوفوا هادو الصراحه جبت فيهم جديد نتوما اختي. شوفوا الجمال شوف ما شاء الله ديت حالك كتعمقي. شوفوا الزيت تاع دابا انا اللي عندك جداد كيكونوا جوج ياك اخو البطل غلط. البنات هذا راه ماشي لانجيت هذا راه ماشي لانجيت هادو هادو راه عباره عن بلاستيك عدد الاستعمالات كديروا للزرابي كتمسحوا به لافابو الكراسة اي حاجه الطواليت وبغيتو في الذهبي انتما درتي دور شوف. المهم تن هاد القرعات حيت انا عارفه ما كنتلاقاش نهائيا داكشي شكل دابا معجب الصوب وانا نطيرو. صباح الخير صباح النور كبدات كي دايرين نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. بغيت نشكركم كاملين يا اغلى متتبعه شكرا كاع الناس اللي دخلوا عندي جداد القناه كنقول لكم الهلا يخطيكم عليا ومرحبا بكم في القناه ديالي قناه اللي كتميز بالجديد دائما ديال اكادير كتميز بهميزات الوصفات اللي مره كنشاركهم معكم اللي كيكونوا سهلين العرضات الهماويه اللي دائما تنشارك معكم اللي كنحاول دائما يكون شي حاجه بسيطه وتكون هكذا زوينه وحتى في التقديم كتجي زوينه. المهم دائما كنحاول معكم كنحاول انني نشارك معكم الجديد. شكرا لكل وحده كتخلي لي قليب زوين شكرا لكل وحده كتخلي لي كومونتير زوين. الفيديو ديال اليوم دبانه كدور 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 ديما وقت ما بغينا نصور في هذا الصالون كيبقاو الدبان تيدور. المهم البنات في هذا الفيديو هذا غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله الجديد عند دريم هوم وكذلك عند محمد بونضيف. بزاف منكم كتسولوني فين كاين. اليوم ان شاء الله غادي نعاود نصور لكم ان شاء الله الطريق جوج المحلات اللي ملاصقين في نفس البلاصه يعني فين كاينين في السوق النماذج ديال المسيره غادي نعاود نصورهم لكم بجوجهم نعاود نصور لكم الطريق ان شاء الله. كنتمنى في هذا الفيديو هذا يكون واضح وباين ان شاء الله كلشي غنحاول نشارك معكم مع الاثمنه. قبل غادي نشارك معكم المشتريات هو الاول اللي خديت من عند دريم هوم كذلك عند اولي المجد اللي كنت بارطاجيت معكم البارح عند الاجواجي وكذلك عند محمد بونضيف. فيديو اللي غادي يكون زوين بزاف ما تخليو ليا حتى شي لقطه من الاول حتى الاخير وما تنساوش ليا لايك واشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد اللي كنحط لكم. بيزوات. اول حاجه غادي نبارطاجيها معكم وما نزرب عليكم البنات حتى يجيكم هذا الفيديو طويل. خديت هذه ديال لي غوفر وديال بانيني بانينوز وغوفروز كتجي صراحه زوينه هذه اصلا خاصني البانيني وخاصني الغوفر. ايوا نبقى نقوي عليا في قوه لي ماشين وطونكو شكروا لي البنات هذه ديال بيست مارك ها نتوما هي هذه اللي خديت هذه المره كتجي معها جوج ديال هادو وكتجي لا ماشين بحال هكذا في الكري نوريكم كيفاش دايره ها نتوما هكذا كتجي. بالنسبه لهاد البنات هادي راه 3 في 1 شويه وبانيني بانينوز وكديروا فيها لي كوفر. المهم غنوريكم دابا كيفاش دايره من الداخل صراحه زوينه ها نتوما كتجي بحال هكذا شفتوا ها نتوما ها هي ولا حليتوها هكا راه كتحل كامله كتولي شويه. بالنسبه لهنايا كتحل هادي باش كيتيكيليبرا هكذا كتولي بحال هكذا كتشوي فيها بحال القضبان ولا المهم اي حاجه بغيتو. واللي زوين فيها اكثر هو انها كتحل من هنا البنات كتبدلو ليها هاد الريوس هادو ها نتوما ماشي تحلها سهله طق كتحيدو هذا وكديرو هذا ديال لي كوفر. هادو ديال البانيني راه فيها جوج وفيها جوج ديال لي كوفر اللي هما هادو. حتى هي الطريقه ديالها سهله في التركاب غير كتخشي هاد الايبات هنايا صافي وكتولي ديال لي كوفر. نبدلها باش تشوفوا وان شاء الله هنجربها ونقول لكم واش صدقات لي زوينه ولا خايبه. ها انتما بالنسبه لي كوف كيف ما بغيتوا صراحه زوينه وعمليه وعجبني حتى اللون ديالها حيت كيجي مع دوك الاخرين اللي كاينين عندي. اولا ملي خديت هذه البنات ديال الفران راه ديجا بارطاجيتهم معكم هادو الثمن ديالهم 15 درهم. خديت كذلك هذا المول هذا اللي اصلا هذا الشكل ما عندي صراحه وعندي قريبا واحد العرضه ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم. خديت حتى هذا المول هذا بغيت ندير فيه هذا بحال المول عجيب ولكن هذا اللي زوين فيه هو المقاس ديالو كبير. هذا راه ماشي بحال ديك الاخرى اللي كان عندي شفتوا هذا راه فايت 20 سنتيم كاين في داك الاول هذا راه فيه كثر تبارك الله. والثمن ديال هذا البنات 35 درهم. خديت كذلك عندي المجد هذا هاد الكريبي هادي حتى هي صدقات زوينه عند البنات شكروها ليا كنت سولتكم وجاوبتوني قلتوا لي راه صدقات ليها زوينه. خديتها
فيها سبعة ديال الوجوه، واللي عجبني فيها اكثر هي انها ثقيله. حلها لكم باش تشوفوا كي هانتوما، وتبارك الله ثقيله. داكشي علاش خديتها. كنظن هادشي واقيلا اللي خديت عند اولي المجد. باقي لي واحد لاكم غدا ان شاء الله غادي توصلني وغادي نبارطاجيها معكم. خديت هذوك الترموسات اللي كنت قلت لكم البيضين كنت نسيتهم عنده، وغادي صيفطهم ليا ان شاء الله غدا غادي نتوصل بهم. الاجوادي خديت هاد الطويلكات هادو عجبوني، هادو اسي انوكسيدابل. وخديت عنده هاد البراسلي هانتوما، واحد كورميضه اخرى خليتها في لاشومبر الاخرى ديالي. هذا خديته على ودي الطوينكات، شتي كيفاش كيجي هذا البنات لهاد هاد الحلقات، وعندي حتى السنيسلينه ديالو. المهم هاد لاكومون توصلت بها، هادي تنصورها لكم ان شاء الله بوحدها، باقي عامره بالملحه، تنوريها لكم ان شاء الله، نوريكم شنو كاين فيها. دابا قبل غادي ندوز باش نبارطاجي معكم شنو خديت عند بريمهم. اول حاجه خديتها البنات هو هذا البلاطو. هذا شوفوا كي كتجي الكاطوره ديالو كتحل من فوق. هانتوما هذا الثمن ديالو 100 درهم البنات، واعر عطي خلاني بلا عقل قلت ما غنشريش، ولكن شوفوا. المهم راكم عارفين باش كتكون عندكم شي عراضه ولا هذا كتبغوا شي حاجه زوينه، شي حاجه جديده تقدموا فيها لضيافكم، شوفوا كيفاش كيجي. ودوك الاخرين اصلا تهرسوا ليا، كانوا طاحوا ليا بجوجهم وتهرسوا ليا، باقي كاع ما قاديتش لهم الزاجه. عاوتاني واحد السيفون هذا البنات، هذا اللي كيجي واحد فوق واحد، خديت فيه واحد فوق واحد. المهم تنمونطيهم ونوريهم لكم البنات. وخديت واحد السيفون اخر داك اللي كيدور غوطاتشي، هذا البنات كان عجبني حيت انا عندي في الفضي وبغيتو في الذهبي. هانتوما هذا تيدور شتو. المهم حتى العرض ان شاء الله ونشارك معكم كاع هادشي بلي ديطا يكون باين مزيان. المهم غندوز دابا باش نبارطاجي معكم الحوايج الاخرين. انا بارطاجيت معكم غير هادشي اللي قريب ليا دابا حيت الفيديو غادي يجي كومبويل. غادي نشارك معكم شنو خديت عند محمد البوندي. خديت اول حاجه هي هادي، راه هادي ديجا بارطاجيتها معكم، هاد اللي كديروا عليها الماء فاش كيتسقطروا. خديت عنده المنظف اولا هذا ديال البوطه، هذا واعر البنات خاصكم تاخذوه اللي ما عندهاش. بالنسبه لذاك البرودوي ديال السبرجيلات اللي كنت قلت لكم، هذا راه هو نيت غير بدلوا ليه لومبالاج شفتوا ديال اجيرين. هذا ان شاء الله غنهضر لك عليه، غنهضر لكم عليه مزيان حيت بزاف منكم طلبوا مني الاستعمالات ديالو. خديت هذه ديال التواليت، خديت هاد لي لانجيت هادو ديال اختي كتقول لي لانجيت، هاد لي لانجيت هادو البنات ما فيهمش الكول وما فيهمش البارابين شفتوا، زيرو الكول كنزرب عليكم. وخديت ربعات القرعات من هذا، هانتوما خديت ربعات القرعات حيت انا عارفه ما كنتلاقاش نهائيا داكشي اللي قلت دابا مع جاب السطوك وانا نطيرو. البنات ها هو راه كاين عنده اللي بغا يمشي يجيبو وما عندوش كونتيتي كثيره. البنات هانتوما انا وريتكم دابا اللي بغاتو تمشي تجيبو، انا كنجيبو كنحط فيه السطوك وتنخليه. شوفوا خديت هذا حتى هو ديال هذا ديال السلوفان هذا الصغير، خديت كذلك هذا المعطر هذا، اقسم بالله الا واعر ريحته هذا واعر واعر واعر. المهم هاد لي برودوي ان شاء الله غنوريكم كل حاجه ديالاش، رانا في الفيديو دابا اللي غنحط لكم غادي نشرح لكم هاد لي برودوي كامل ان شاء الله كما قلت لكم، غير خليكم في الفيديو. خديت هذا المعطر ديال الماريو حتى هو، خديت عنده هاد السربيطه شوفوا 10 دراهم البنات، فنين هادو جيبهم في الالوان. هادو تقدروا ديرهم حتى للخبز، محبوب الجماهير هذا كيدير 9 دراهم، هذا واعر على اقسم بالله البنات الا واعر. اللي بغى طورشون زوين كينشف هذا احسن حاجه. خديت عنده هاد الحلفه، خديت عنده هادي البنات 60 غسله كدار في الماكينه ديال الاواني. خديت عنده هاد الجميل الجمال هذا، هذا واحد لانجيت، هاد واحد لانجيت فيهم 100. هادو كما قلت لكم هذا متعدد الاستعمالات، كديروا للزرابي كتمسحوا به لافابو الكراسه اي حاجه الطواليت اعزكم الله، بحال الملايا حتى هي كذلك التلفازه الماريوات، المهم كلشي كلشي هما راه كاتبين لكم. خديت عنده هاد لانجيت هادو ديال الطواليت اعزكم الله، راه غادي نبارطاجيهم معكم حتى هما. هادو البنات ب 13 درهم وفيها 42 بياس، هذا كديروها معكم في الصاك وقت ما بغيتوا تدخلوا للطواليت في الزنقه او لا فشي غيسطو ولا شي حاجه كتكون معكم هادي، وفيه الريحه زوينه البنات. واهم حاجه البنات راه فيه زيرو الكول. خديت كذلك هذا هاد الصغار هادو حتى هما خديتهم. خديت تطيب هادي خديتها من عند نورمالمون كاين عندي داك طبخاري، دابا خديت تطيب هادي خديتها عند دريم هوم.
وخديت عندها كذلك هاد جوج الحوايج. اول حاجه خديت هي هاد البنات، هذا راه ماشي لانجيت، هذا راه ماشي لانجيت، هادو راه عباره عن بلاستيكات. شوفوا ليا كي دايرين، كنظن كلشي كيمشي عندهم، ما عرفتش هادو ديالاش. هادو البنات راه عمليين جدا 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 بالنسبه للعائلات اللي عندهم وليداتهم كيلوحوا لي كوش بحال هكذا، ولا مثلا كيكونوا خارجين ولا شي حاجه كتهزوا هادي كديروا فيها لي كوش ولا. شوفوا زوينين هاد الميكات، وفيها وقيلة 100 وشي حاجة، فيها 150 وحدة، فيها 150 بلاستيكة البنات. صراحة عملية هادي، حتى الا شاط لك الزبان ولا بحال هكذا كديرو هنايا. انا بغيتها صراحة بزاف ديال الحوايج هادو كينفعو. شفتو كيفاش كيجيو فنين؟ شنو هنا؟ واخر حاجه بغيت نبارطاجي معكم، عطينا بنتي هذيك المشعل هذا، هما هاد البخور شوفوا واعر البنات، عطيه ريحته بخور العود. هانتوما كيجي الباكاجين ديالو بحال هكذا، شوفوا كيفاش كيجي. عرفتوا غير هزيت هذه دابا وتشمت واحد الريحه رائعه. هذا هذا العود الاصلي، شوفوا كيجي بحال هكذا، هما كلهم شفتوا. هذا ممكن انا راه حليت هذا وبخرت بها جربته، واعره ريحتو، عرفتو قسما بالله. لك الناس اللي في الزنقه شموا الريحه. ها انتما طريقه الاستخدام ديالو سهله، كتجي بحال هكذا، كيجي بحال بحال دوك القويبات السكر، القويبات الغلط. ها انتما غير كتشعلوه هكذا ياك، واحد 3 ثواني وكتطفيوه، ها هو تيبدا يعطيكم الريحه. شتو عرفتي؟ واحد البخور، واحد البخور، واحد البخور يا البنات، واعر 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 واعر. شمو 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 المهم. انا غادي نطفيها دابا بهذا اللي بغاه، ها هو الثمن ديالو 70 درهم هذا. المهم كنظن صورت لكم كلشي. هادو حتى هما 7 درهم، شوفوا بجوجهم شبيكات بجوجهم 7 درهم. هادو عند محمد ياك، هادشي اللي كاين هنايا صافي. المهم الحوايج الاخرين ان شاء الله حتى الغدا ونبارطاجيهم معكم، ان شاء الله نشارك معكم كلشي داكشي اللي توصلت به. ندوز دابا البنات باش نوريكم دريمهم وكذلك محمد بونضيف فين كاينين، غنوريكم لوكاليزاسيون ديالهم، وعاد ندخلوا ان شاء الله المحلات ديالهم ونجيكم معايا تشوفوا كاع لي زارتيك اللي حاطين. ها انتما البنات نعاود عاوتاني نشرح لكم بالنسبه لدريمهم وبالنسبه لمحمد بونضيف. ها انتما هي المحطه الطرقيه ديال اكادير، هي هادي مسيره. هنا كاين المارشي ديال الحوت اولا سوق السمك، هذا راه معروف. ومباشره كتلقاونا واحد البوست ديال البوليس، ها هو هو هذا. الا كملنا نيشان غادي تلقاو سوق الحد، يعني الا هبطو نيشان مع هنايا غتلقاو سوق الحد. المهم انا غادي ندخل ما بين هاد المركز هذا ديال الشرطه وبين سوق السمك، من هنايا غندخل دابا ونوريكم الطريق. هيا دري دري انا نحيد الصوت. واخا جيتي كترولي ليا مع راجل حتى ونزيدك ندير رونديفو معاه الخميس الجاي. المهم ها نتوما راه هذا الباب باش دخلت دابا، اللي هو الباب جوج، كتدخلوا معاه نيشان حتى كتلاقوا المحل هنا. هذا هو الباب ربعه، شفتوا المخرج ربعه هو باش كتدخلوا الا جايين من باش نشد لكم الناس حيت كاينين هنايا. قلت لكم هذا الباب هذا الرابع، هذا المخرج هذا هو اللي كيجي من عماره الصفوه، يلا كاتبه لكم هنا، وحتى ديك العمارة الاخرى اللي كنت وريتكم. المهم هندخل دابا عند كما قلت لكم من دريمهم، نوريكم شنو كاين في الجديد. انت برجعت صراحه الجديد من داك النهار لدابا، ندير لكم بهاد لي فاز هادو، شوف لي فاز واعرين. شوفوا اشكال بالنسبه لهادو، كتختاروا الموديل اللي بغيتو، راه فيهم مقاسات كبير صغير على حسب شنو بغيتو. شوفوا هذا صراحه تاهو مبان لي من بين جديد، هذا يلاه جابتو دابا فيه الدوغي والبيج. هذا اغلبيا دابا هادشي اللي كيولي
اغلبيه البيج، هاد الالوان اللي كيكون هكذا ترابيه. المهم بالنسبه للاثمنه ديال هادو البنات كيبداو من 160 درهم حتى ل 250 درهم، يعني اغلى واحد فيهم هو 250 درهم، كيتباع عامر يعني بالورد اللي كاين فيه، والورد راه تيكون مدكوك يعني ماشي زعما الورد اللي كيكون هكذا خاوي، شفتوه كيكون عامر وكيكون فيه بزاف ديال اللوينات، كتختاروا نتوما اللون اللي بغيتو. وخلاص كاينين حتى هادو يلا دخلتهم جداد، كاين هاد الموديل هذا اللي فيه الارجونتي والبيج وهكذا الفاز كيجي في البيض، هادو راه كبارين اللي كيبانوا لكم هكا. وكاين هذا كيجي بالدوغي، شوفوا شوفوا هادو شحال زوينين شفتوا. وكاين هاد الموديلات ها صراحه هادو راه ناقصه فيهم في الثمن. بالنسبه لهادو البنات اللي كيكونوا بحال هكذا فهاد المقاس كيكونوا ب 50 درهم، هادو فيهم اشكال زوينين صراحه، هما راه كاينين عندها شوفوا هادو كاملين ب 50. غندوز دابا نوريكم الاواني، ومنها الا كان بانت لي شي ديكور شي حاجه نبارطاجي معكم. هادو راه كاينين عندها عاد عاوتاني، هادو بريردات بحال داك ديالي شوفوا، هاد البيضين حتى هما صراحه فانيين، هادو ها انتم هادو الثمن ديالهم 70 درهم، هاد البيضات هاد البيضات حتى هما ب 70 ياك، هادو حتى هما 70. بالنسبه لهادو البنات راه فيهم اللي كيكونوا فيهم معالق، وكاينين اللي كيكون فيهم فورشيطات، هادو دابا معالق هادو فورشيطات ماشي فورشيطات هما بحال البيك، وهادو اللي كيجيو فيهم هكذا معلقات شفتو. كاينين حتى هادو البنات زوينين شوفوا ديال هادو كيجيو في حطه زوينين، خلاص البلاطو حتى هما فنين شوفوا لي مبين جديد لدخلات، خديتني حتى انا دابا بحال هذا هذا البلاطو. ها انتما البنات بالنسبه لهادي اغلب البنات كانوا خداوها وكانت سالات لهم، راه جبتهم عاوتاني شوفوا راه كتجي كلها هكذا ديال هكذا دوغي، فيها هذه راه ديال الزاج وكتجيب المعلقه ديالها. بالنسبه لهذا البنات راه نوعيه جيده راه ما تيخسرش شفتوا الثمن ديال هذه. السلام عليكم، كي دايره بخير؟ كلشي مزيان؟ صحه لاباس؟ الله يعطيك الخير. قلت لكم هذه البنات السلام عليكم. ها انتما بحال السر والله الا بخير الحمد لله، كي دايره انت؟ لاباس عليك؟ اي دا سوين الحصه والله العظيم ما مقدرش. ها انتما تدوك السيبورات هادو شوفوا، ها دائما تتسولوني عليه، ها هو راه كاينين عندها عاوتاني، كاينين هادو ديال الكريستال شوفوا كيجي فنيونين، ها كاينين هاد المبخرات تاهما شوفوا، هادو الصراحه جبت فيهم جديد. ها انتما اختي شوفوا الجمال، شوف ما شاء الله هادي شحال كتعمق شوفوا. بالنسبه لهادي حتى هي 70 درهم، حتى هادي 70 درهم على اللطيفه ياك. هادو من البيل الجديد، هادو ما كاين حتى شي واحد صراحه اول مره نشوفهم عند لطيفه. شوفوا لي هاد الجمال احبيباتي شوفوا ناري شحال كيحمقوا هادو شوفوا. واش هادو 70؟ شتو البنات في هاديك الزباقة ديال السليجة؟ الله يعطيك الخير حبيبتي، تشرفت معرفتك. ها انتما بالنسبة للديكورات شوفوا لي اختي جميلة شكون؟ وشوفوا لي جديد في المبخرة، هادي تاهي كتجيب شي شكل، تاهي أول مرة نشوف هاد الشكل، عرفتي هادشي كيتخبى هنا ما كيبانش، خاصك تعزلي لنا هاد المبخرات. هادو لطيفة الصغير ديالهم شحال الصغير؟ 50 ولا اللي تابعو 60 70 80 هذا راه نقص في الثمن ياك. قولي نقصوا في الثمن شتو نتوما، هادو هما الاثمنه ديالهم. وها الجديد شوفوا، هادي اول مره صراحه نشوفها عند شي واحد هنا كيدير الاواني. لطيفه صراحه هي الاولى دخلاتو زوينين هادو. هادو واش كيدخل في هذا كلينكس اللي كيكون طويل ياك ديال القريعه ولا داك المدور واقيلا؟ كيتلوى يعني حتى داك المستطيل ممكن ديرو. ها انتما بالنسبه للديكورات هما تبارك الله عندها شكلات في الديكورات، كاينين هادو حتى هما كيجيو زوينين في الحطه، هادو راه مازال مزيرينش شوف كيفاش كيجيو. ها انتما قريعة الزيت حتى هادو بانو لي عندك جداد، كيكونوا جوج ياك؟ اييه ها هي كاين هاد الشكل هذا وكاين هذا. قولي كل وحده كتمشي بوحدها هادي يعني يقدر يبغى. هادي حتى هما تقدر دير فيهم بحال سنيده و اتاي شتو ولا العسل كيجي زوينين هادو.
هانتوما البلاد بالنسبه لهذوك انتو كتسولوني عليهم هما بحال هما اللي كنت خديت عندها اللي كنت بارطاجيت معكم في ذكرى المولد. هادو الثمن ديالهم البنات 20 درهم. كاينين طبيصلات ماشي بحال الجولي اللي خديت كان زعما كاين شكل اخر اللي هما هادو شوفوا حتى هما ب 20 درهم. شو صراحه زوينين هادو بزاف سولتوني عليهم. داك الشكل اللي كنت خديت انا ما بقاش. كاين هاد الفراقه حتى هي شوفوا كيفاش كتجي. هانتوما كاين حتى هادي شوفوا حتى هادي تخلات من بين الجديد شفتوا كتجي في الدوغي كامله. هانتوما البنات بالنسبه لهادي شوفوا بحال الثمن تاع دوك الاخرين ياك. هانتوما هادو كلهم 100 درهم راه هادو راه غير بروموسيون راكم عارفين الاثمنه ديالهم. كاين حتى هاد الشكل هذا اللي وريتكم 100 وكاين هذا داك الاول اللي كان حتى هو تحسبوا لكم 100 درهم. هادو راكم شفتوا كلشي كيحسبوهم دابا 120 درهم وماشي هاد الموديل الجديد. هنا بالنسبه للفراقه حتى هما كاينين هادو شوفوا لي هادو كاين حتى هادي بالنسبه للكلينكس حتى هي كتجي زوينه فيها البيض والدوغي شفتوا هانتوما كاينين شوفوا البنات حتى هادو من بين الجديد اللي دخل وتبارك الله دقالين. كاين هاد الموديل هذا وكاين هذا شوفوا تختاروا اللون اللي بغيتوا على حسب زعما الحطه ديالكم. البنات نشارك معكم دابا لي بلاطو شوفوا كاينين فيهم بزاف ديال الاشكال. كاين هذا ديال ماسكاني هذا احسن نوعيه اللي كاينه في السوق. هانتوما هادو معروفين شوفوا هادو نوعيه جيده هادو ما تيخسروا ما حتى شي حاجه. كيجيو 3 بياس كيجي معاهم هذا راه مقاس الكبير كاع غير في التصوير ما عطاش الحق ديالهم. كاينين حتى هادو كيجيو حتى هما 2 بياس هادو كيمشيو جوج ديال الطفي ياك. هانتوما هادو كيمشيو بجوج وكاين هاد الموديل هذا شوفوا الصراحه هذا كيجي زوين في الحطه حتى هو. هادو بزاف خرجوا فيهم موديلات شفتوا نوريكم اللون ديالهم كيفاش كيجي بحال هكا شوف. وصراحه هادو كلهم اسمنا ديالهم جد مناسبين. البنات غادي نهضر لكم على التوقيت ديال المحل ديال لطيفه دريم هوم. البنات كتبدا من 10 ونص اولا من 11 حتى الجوج ومن 4 حتى 8 هذا هو التوقيت اللي كدير. كتخدم جميع ايام الاسبوع ما عدا يوم الاحد اللي ما كتخدمش يعني لحد ما كتكونش خدامه. البنات من الاحسن انكم تجيو في وسط السيمانه كما قلت لكم من 10 ونص راه كتكون حاله الا تعطلات 11 راه كتحل. كيف ما قلت لكم كتمشي مع الجوج وعاوتاني كترجع مع 4 حتى 8 يعني هذا هو التوقيت اللي كاين. وكذلك بالنسبه للناس اللي كيسولوا على التوصيل راه كتجي التوصيل فين ما كنتو في المغرب البنات. التوصيل كيكون حتى لباب دارك يعني كيجيبوها لك لدارك انت بالضبط العنوان اللي عطيتيهم. بالنسبه لليوم الاحد كما قلت لكم راه ما تخدمش كنخدم فقط الا كان شي عيد اولا كان شي مناسبه دينيه زعما كاين شي عواشر ديك الساعه راه كتخدم. المهم انا كنحاول كيف ما قلت لكم كنوريكم لي زارتيكل كاملين اللي عندها تبارك الله راه عندها بزاف ديال الحوايجات اللي زوينين. ودائما تنخلي لكم لاباج انستغرام ديالها كتبوا غير دريم هوم في الانستغرام غادي يخرج لكم. بالنسبه للناس اللي بعادين على اكادير يعني اللي في نواحي اكادير وكيديبلاصاو حتى لعندها وما كيلقاوهاش يعني مثلا تيجيو نهار الحد ولا شي حاجه اولا كيجيو في الاوقات اللي كتكون هي مشات تسترح اولا كتكون ساده حيت كتصلي. غادي نخلي لكم الرقم ديالها هنا البنات على طول الفيديو باش الا كنتو بغيتو تجيو اتصلوا بها هو الاول شوفوا واش كاينه عاد ديك الساعات مرحبا بكم المحل. وشوفوا لي البريدات تبارك الله هانتوما هذا فيهم اشكال شوفوا هذا قلت لي هذا كمل قريته وراه ديال كرافت قولي هاد لا ماركت تبارك الله زوينه هذا ديالو لا زوينين وكاين حتى هادو سميتهم ترموسات. كاين هاد الموديل هذا شوفوا كيفاش كيجي كاين هاد الشكل هذا وكاين هاد الشكل هذا راه بحال حليبي بحال البعج هادو بيضين شوفوا حتى هادو زوينين الشكل ديالهم شفتوا. وحتى بالنسبه للبلاستيك ديالهم البنات نوعيه جيده انا اللي الصراحه مزال ما خديتهم. هانتوما شوفوا لي لي طاس كاين هذا الشكل وكاين هذا كيجي البيض كامل وفيه داك الطوغي هكذا من الجناوليد كاين حتى هادو زوينين شوفوا لي هذا المقرش حتى هو زوين هذا شدي كاسينا زوين هذا ما مانيش هذا الموديل مقاس كبر منه
وكاين اللي كيكون هكذا كامل ضوغي حتى الغلاقه ياك هانتوما راه قالت لك رطفه كاين حتى لك الاخر اللي زعما تيكون هكذا كله في الدبي صراحه النوعيه ديالو زوينه هذا هانتوما لا مارك ديالو. المهم كنحاول نقربكم شنو كاين في الجديد بالنسبه للضيافر وهادو تا هما ديال التسريبتات وديال الفوطه هادو راه كاين زوين وكيجي في الحطه وكاين حتى هادو ها شوفوا هادو كيحطوا فيهم تيليكوموند هكذا وهادي كلينيكس هادو شنو ها انتما هاد الضيافر صراحه والله الا كيجيو زوينين في الحطه هادو وقت ما كنت كنحط فيهم صراحه وقت ما جا عنديش هذا كنحط في هادو كيبقاو يصوروني فين خديتهم. المهم ها انتما هنا راه فيه دريم هوم هي هادي هي كاين هاد المحل ديال الافريشه غنعاود نصور لكم من هنايا ها هي برج الحكمه اللي كنصور لكم داك النهار هذا الباب مدخل رقم 4 اين فوا غتدخلوا من هنا هذا هو محمد بونطيف هذا هو محمد بونطيف شفتوا هانتوما اللي جوج عندهم محمد البنات راه عنده محلات اخرين جوج هنايا كاينين اونفاس مع المنظور ديالو هانتوما هذا هو المحل ديالو ها هما لي برودوي اللي وريتكم دابا هانتوما كاين هذا اللي فيه لي برودوي ديال المغرب جافيل لي برودوي ديال بحال اوني ماكسيستا ما كاين عنده هانتوما هادو كامل لي برودوي ديال المغرب عنده طابيات هنايا عنده الماكله ديال المشيشات الماكله ديال الكلاب المهم ديال بزاف ديال الحوايج اللي كاين هنايا وهنا راه فيه المحل ديال البقاله هنا في اتاي كاع المهم كل ما يتعلق بالمواد الغذائيه هانتوما هنا ودير لهم ثمن صراحه جد مناسب بالنسبه للناس اللي تيسولوا على البيض البلدي هو راه كاين حتى هو عنده كاين البيض الاخر العادي وهنا كاين كذلك حتى هو راه ديالو هذا حتى هو فيه المهم هادشي اللي كي تنبغيو بحال هكذا الفرماج البيمو كلشي كلشي كاين هنا عنده هانتوما البنات بالنسبه للكلينيكس ولا السوبرانسا هو هادو ديال السيرباك تا هما كاينين عنده شوفوا راه كلشي صراحه متوفر عنده هنا يعني راه الا جيتو المحل راه كتلقاو بزاف ديال الحويجات هانتوما شفتوا كاين هادو اللي كيجيو فيهم جوج كيكونوا فيهم ثلاثه بالنسبه لهادو تا هما صراحه زوين هذا المهم هادشي اللي كاين بالنسبه للكوش الكبار ديال الناس الكبار تا هما متوفر عنده هانتوما الماكله ديال الطيور تا هما راه كاين عنده هانتوما شوفوا الجفافات بالاشكال والانواع هانتوما كاين عنده هذا كاين عنده هذا الموديل هذا شوفوا هذا تا هو زوين كيشكروا الناس كاين حتى هذا شوفوا في القياس هاو حتى هذا تيبان زوين هنا كاين تيت ديال العبار كاين فيهم اشكال هانتوما شوفوا كاين بزاف ديال الانواع كاين حتى ديال الماكينه راه حتى هو كيتباع بالعبار الا بغيتوه شتو باش نبارطاجي لكم ان شاء الله الجديد اللي كاين ونحاول نشارك معكم حتى بالنسبه للاثمنه بزاف منكم لي برودوي اللي كنت شاركت معكم في اخر فيديو كتسولوني فين خديتهم فين خديتهم دابا راه شاركت معكم محمد بنضيف وهذا المحل هذا راه واخا دائما تنشارك معكم غادي نخلي لكم الرقم ديالو هنايا بالنسبه للناس اللي بغاو يتواصلوا ولا اي حاجه راه كيدير التواصل لي برودوي اللي خديت عنده كلهم راه مازالين متوفرين عنده وبنفس الاثمنه يعني كيبان لكم نفس الاثمنه باش خديت انا المهم نحاول دابا نشارك معكم ان شاء الله لي تورشون المعطرات اللي كاينين كاع داكشي اللي طلبتم لي في الفيديو نحطو لكم دابا ان شاء الله خليكم معايا غندير لكم دابا جوله دغيا خاصه زربان ومن بعد نوريكم كل اشكال ونوريكم كذلك الجديد اللي دخل غادي نهضر لكم هو الاول على التوقيت بالنسبه للتوقيت البنات راه تيخدم جميع ايام الاسبوع ما عدا يوم الاحد يعني نهار الحد راه ما تيخدمش حيت اغلبيه البنات كيجي وكيقول لي راه تلاقينا المحل ساد البنات راه ما تيخدمش هو نهار الحد كيخدم جميع ايام الاسبوع يعني من الاثنين حتى للسبت وبالنسبه للتوقيت البنات راه كيبدا من 9 ديال الصباح حتى ل 9 ديال الليل يعني وقت ما جيتو كتلقاو داكشي اللي بغيتو المهم البنات بقاو دائما في المعطرات حيت بزاف منكم طلبتوا مني معطرات هذا البنات معطر ديال لافيسيل هذا كيبقى حتى ل 60 غسله شفتوا فيهم ثلاثه ديال النكهات كاين ديال الحامض كاين ديال التفاح وكاين ديال النعناع شفتوا هادو شحال هادو محمد 15 درهم فيهم 60 غسله هادو هادو البنات راه كديرهم في وسط من لافيسيل ديالكم وكتخليوها كتغسلهم معكم وكلشي كتبقى لكم فيها من الريحه زوينه هادو البنات بالنسبه لهادو معطرات تا هما هادو كاين هادو ديال لاميس اوريجينال كاين هذا نوتر ما فيهش زعما ريحه مجهده ولكن زوينه ريحته بحال الريحه ديال النقا كاين هادي شويه ريحتها مجهده وكاين هذا اللي دائما تنشارك معكم كاين عند محمد هادو دائما تيجيبو هادو عرفتوهم حتى هما ديال لاميس واللي بغيت نبارطاجي معكم دابا هو هذا ديال اجيريل هذا نفس البرودوي اللي شاركت معكم درت اللي نقيت به السبرديلات
هو هذا، غير هذا زايدين فيه مزايا وحدين اخرين. انا سال لي هذاك وفاش جيت دابا باش نسولو قال لي راه نفسه، غير بدلو لي لومباراج وزادو فيه تحسين وحدين اخرين، وهذا ولا كونسونطري. شفتو ها نتوما بالنسبه لهذا البنات، شوفوا هذا راه قلعه وحده بحال اللي خديتو جوج، فهمتوا دابا كيفاش. ها نتوما بالنسبه للاستعمالات ديال هذا، ممكن ديروه للجين، تغسلوا به الطوموبيلات، بالنسبه للافيسيل حتى هو شتو ها نتوما، البوطه لاغوت، الكراسة، بالنسبه للكنابي حتى هما، بالنسبه لديك السخانه. ها نتوما نعطيكم الكود بار ديالو ودخلوا عندهم، شوفوا راه لي برودوي كلهم اوريجينال عند محمد، راه ماشي كتلقاو شي حاجه ليميتاسيون اولا سالات ليها لا دات، راه كلشي عنده اوريجينال. راه دائما تنشارك معكم لي برودوي اللي كيجيب. ها نتوما كاين حتى هذا ديال لاميس، هو اللي وريتكم هذا البيض ديالو، كاين هذا فيه وكاين الاحمر اللي وريتكم. ها نتوما هذا، انا هذا شويه ريحته جاتني مجهده، اللي بغى ريحه مجهده، ولكن هذا البنات واعر، هذا واعر واعر واعر. هذا البنات هو اللي غناخد دابا نجربو، هذا ريحته صراحه زوينه، وفيه البيض اللي وريتكم دابا حتى هو راه حتى هو ريحته زوينه. ها نتوما البنات بالنسبه ل بالنسبه لهاد هاد لابغوس هادي ديال السنينات، هادي راه كنت بارطاجيتها معكم، هو جاب ليكم ثاني كونتيتي كثيره فيها حيت كانت قطعات تبارك الله البنات خداوها. ها نتوما هادي كتجي زوينه وتبارك الله راه كتحك مزيان، عاود خديت انا هاد اللون غوز حيت ديك المره ما عقلتش اللون اللي كنت خديت، خديت عاوتاني وحده اخرى. البنات بالنسبه لهذا هذا البرودوي هذا سميتو فانيش، هذا راه هذا معقم ديال الملابس 99.9 ديال الجراثيم، وما تيخليش الحوايج كيطلقوا في بعضياتهم، وكديروا هذا عباره عن جافيل ديال الالوان. شفتوه ها انتم راه ديال الالوان هو، وتبارك الله راه كبير. بالنسبه للثمن ديال هذا البنات يبقى لكم ب 30 درهم، كنت خديت عنده كاليا حتى هو صدق زوين، ها هو هذا اللي كنت خديت كاليا. شفتو هذا هو اللي كنت. بالنسبه للرخامه البنات كاين هذا البرودوي هذا سميتو لاف سول، هذا ديال اليكس، هذا تقدروا ديروه الزليج الرخام وحتى ماش كيتسمى سيراميك ياك. البنات اللي كنتو عقلتو هادو كنت بارطاجيتهم معكم، كنت خديتهم عند محمد، كتغسلو فاش كتغسلو ما عليك كتحطهم فوق من هادو باش باش كيتسقطرو. صراحه صدقات فن هادي البنات، خديت انا نيت الكري، انا عاود ثاني ناخذ منها كري وحده اخرى باش نزيدها. هادي فن، عرفتي كيصبحوا لكم المعنات ناشفين. بالنسبه لهادو البنات الثمن ديالهم 15 درهم، شو راه ميكرو فيبر. البنات شوفوا هادوك المشاطي ديال السيليكون اللي كنت بارطاجيت معكم، ها هما راه جابوهم عاوتاني، هادو ما تيتقطعوش البنات بحال هكا باش تشوفوا، ورطبين ماشي ما كيطيحوش لكم الشعر البنات. هذا ديجا بارطاجيته معكم تبارك الله كلشيكم جيتو خديتوهم. ها نتوما شوفوا كيفاش دايره، شتيها ها هي هادي 5 دراهم نيت باقيه، ها نتوما ما زادش عليها ما تزاد 5 دراهم، وهادي راه ما كتقطعش من هنايا شتو، واخا كتلوى راه ما كت شتو ما كت ماشي بحال ديك اللي كتهرس. ها نتوما تبان لاصاج كاينين هادو، راه دائما تنبارطاجيهم معكم، وكنتو سولتوني عليهم فين خديتوهم، راه انا كلشي لي برودوي ديال التنظيف راه هما تناخذهم هنايا عند محمد. هادي البنات راه نقص فيهم دابا بالثمن، دابا دايره 25 درهم بثلاثه، راه شوفي الصاكه بشحال دايرين في الثمن، راه تعرفوا الثمن بلا ما نقول لكم الثمن هنايا. الجديد كذلك دخل عند محمد، هما هاد لي ديفيزور هادو عرفتوا ريحتهم واعره 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 البنات، خاصه هاد اجيو شمو هادي واعره، هي اللي خديت دابا صراحه فن ريحتها. كاين هادي الورد، كاين هادي نسيم البحر، كاين هادي ديال القطر مقله ما عرفتش المهم، هاد الورده البيضاء، كاين هادي ديال لي فخوي غوج، وكاين هادي هادي واعره ريحتها. بالنسبه لهادو البنات يبقاو لكم 35 درهم عوض 50 درهم، ها نتوما كانت 50 درهم، دابا راه بروموسيون متتبعه ديالي غيبقاو ب 35 درهم، هادو البنات غادي تبقى لكم ب 45 درهم. يلاه سول دابا محمد على الثمن ديالها، حتى هي راه نقص لكم فيها شويه. ها نتوما البنات من بين الجداد اللي دخل عند محمد كذلك هما هاد لي لانجيت هادو، هذا رائحه الصابون الابيض الكربونات والخل. شوفوا هذا لانجيت منظف، كيديروه النوافذ بحال التلفازه تمسحوا بها التلفازه، اي حاجه الحمامات الطاويلات، يعني شي حاجه بلاستيك لافابو، بالنسبه للزربيه ها نتوما السجادات، اي حاجه بغيتو تنظفوها الملابس، يعني كلشي كتمسحوا به، غير كتاخذوه وكتبقاو تمسحوا به، يعني اي طاش كانت عندكم وراه كينقي. البنات شوفوا هذا راه زيرو بارابين، شفتوا ما فيهش الاس ال اس، ها نتوما وتبارك الله راه فيه 100 وحده 30 درهم البنات، هذا ها نتوما راه متعدد المستعملات. ها نتوما البنات بالنسبه لهذا معقم ديال اليدين، تقدروا ديروه حتى لوليداتكم، ها نتوما هذا مضاد للبكتيريا، دابا عوض 30 درهم غيبقاو لكم هذا ب 20 درهم. شفتوا 15 لواحد دابا جوج ب 20،
شوفوا البنات هذا راه داير فيه بروموسيون غيبقى لكم جوج ب 20 درهم. البنات بالنسبه للغسول ديال اليدين هذا صابون لليدين كيجي هكذا فيه بزاف ديال النكهات، فيه ديال الفاني، فيه ديال الكوك، فيه هانتوما فيه بزاف ديال الشكيلات. هادو البنات داير فيهم بروموسيون حتى هو غيبقى لكم جوج ب 10 درهم. شوفوا ليا كاين هذا حتى هو اللي دائما تنبارطاجي معكم، ودائما وقت ما كتجيو كتلاقاو تسالا هانتوما راه جاب لكم فيه واحد الكميه منه قال لكم جوج ب 20 درهم. ريحتو واعره هذا. وكاين هاد لي لانجيت هادو البنات الا بغيتوهم على ودي توليداتكم، على الناس اللي تيبغيو يديروهم الفلي لانش بوكس، هادو زوينين البنات. شوفوا البنات كلشي راه ديجا بارطاجيتهم معكم. هادو كتكون فيهم 15 وحده، كتعطيهم وحده حتى كتسالي وكتعاودو ثاني كتعطيهم وحده اخرى. هادو الصراحه فيهم رويحه واعره ها نتوما شفتوا، وتا ما تيهزوش لكم بزاف في الاسباس على ودي لي لانش بوكس ديال وليداتكم. ديروهم غير في داك لاباط فاش كي زعما اللي كديروا في اولا داك سميتو هو ديك لاطخوس اللي كديروا فيها الماكله، هذه كتحطوا وحده حتى كتسالي وكتعودوا ثاني كدير لهم وحده وحده اخرى. وشوفوا لي المرطب ديال الملابس، وكذلك كيعطي حتى واحد كيعطي ريحه في الملابس، كيخلي واحد الريحه زوينه. ها نتوما كاين فيه توا بزاف ديال الروايح. هذه اللي عجبتني صراحه، هذه بيور بيوتي. شوفوا جمال صافي، هذا ريحته زوينه ومركز. شو غنوريكم ها نتوما مركز، وتبارك الله ثقيل. هذا راه تديروا فيه غير كونتيتي قليله كيعطيك زعما كيدير لي فيه ديالو زوين. 25 درهم، ريحته واعره البنات. هذا ها نتوما شوفوا لي الجديد كذلك. هذا البرودوي هذا اسبيروكس، نورمالمون كتعرفوا داك الصفر كلشي كنعرفوه. دابا هذا البرودوي هذا كيخدم لهادو، هادو البنات اللي كيداروا ديال البوطه اللي كيتسدوا لينا هاد العوينات، كديروا هاد البلايص هادو حتى هما اللي كيتعلقوا لكم بالزيت. بالنسبه للكاسرونات حتى هما هذا دقه بطلا البنات، هذا راه تورا معروف، تورا ديال مارك اسبيروكس. صراحه هذا ما عمرني جربته، لا نجربو دابا ونشوف لكم كيفاش داير. شوفوا عندهم قوه خارقه، مفكك الزيوت والاوساخ. البنات لقيت عنده هذا البرودوي هذا ديال لاموزيك، وديال قلت لي ديال لاموزيك وديال ورخام وجليش شوفوا لي القوام ديالو كيفاش داير، بحال شي جيل ثقيل. شوفوا كيفاش داير، ها بحال الصابون البلدي، ها شفتوا كيداير. ها نتوما هذا قال لي محمد كتشدوه كتزيدوا ليه شويه الماء وكتخدموا به، قال لي زوين هذا، ريحته زوينه البنات. اللي عنده مشيشات ولا كليباس عنده في الدار اولا عندو في بلاصه في الخدام ولا كيطلقوا ليه الريحه، هذا كترشوا شويه يا اما على الكليبات والمشيشات اولا في البلاصه اللي كيكونوا فيها، هذا ما تيخليش الريحه. هذا ديجا غتكونوا ديجا تعرفوا، مي كنبارطاجي غير مع البنات اللي ما عمرهم شافوه. بالنسبه للثمن ديالو البنات يبقى لكم ب 30 درهم عوض 35 درهم. البنات نجيو دابا للمشكل ديال النمل وديال سراق الزيت وديال كاع الحشرات. هانتوما كاع هاد الحشرات هادو ممكن انكم تستعملوا هذا ديال زينتك، هذا هو اللي شاركت معكم انا في الدار في الروتين اللي كنت بارطاجيت معكم ديال النمل. البنات هذا القلعه الكبيره، الصغيره حاليا ما كايناش مقطوعه تبارك الله، جيت وديتوها. شكرا على الثقه ديالكم، شكرا البنات على لي كومونتير زوينه ديالكم اللي كتقريو لي دائما في كل فيديو. بالنسبه للثمن ديال الصغيره البنات كتبقى لكم 100 درهم، اما هذه كتبقى لكم 170 درهم، يعني هذه كطيح لكم اقتصاديه على ديك الصغيره، وهانتوما راه كيكون فيها 1000 امل. البنات بزاف منكم تسولتوني على البرودوي ديال تنظيف الملابس، ها انتم تبارك الله راه عنده الله شوشوا فيهم. شوفوا لي كاع لي مارك كلهم طوفين، عنده ديال المغرب، عنده ديال اسبانيا، عنده ديال الطاليان، عنده ديال تركيا، المهم بزاف ديال لي مارك اللي كاينين عنده. بالنسبه لهذا ديال الفلور كلشي الناس كيشكروا دابا حاليا، هو اللي كنت خديت اخر مره. ها انتم كاين حتى ديال الخزامه الا بغيتو، كاين دريم حتى هو، دريم ديال اسبانيا لا ولا مغرب، هو دريم ديال المغرب وفلور ديال فرنسا ديال اسبانيا. سمحوا لي بالنسبه لهذا الفلور راه فيه بزاف انواع، فيهم انواع بزاف، فيه انواع كثيره. شوفوا ها هو هذا البلاص، شحال فيه هذا؟ 5 متر، هذا دايروه جديد مارينيو، يعني فيه تقييم مرقيم، هو صابون الملابس وزيدين مرقيم. زوين، شوفوا كي داير الباكاجين ديالو زوين، هذا دايرين فيه برومو 90، هذا ديال المغرب، هذا ديال المغرب تبارك الله، حتى الباكاجين زوينين دارو. الثمن راه 90 درهم، 90 درهم الثمن ديالو، حيت فيه معقم بالنسبه للناس اللي تيبغوا لوليداتهم بحال هكذا، ولا لي بيبي ممكن تغسلوا لهم بهذا تبارك الله. 70 درهم اللي داير 70 درهم، شوفوا البنات هذا اول مره نشوفوا عنده، هذا ب 70 درهم ديال باش كنغسلوا الماعن،
والله الا زوين هذا، اول مره صراحه نشوفه. كما قلت لكم اي حاجه مثلا جيتو عنده هنايا سولوا عليها غيعطيكم البرودوي ديالها ديريكت بلا ما تبقاو تقلبوا. هاد كي هادو بجوج ب 10 درهم، شوفوا كيجيو حتى هما فيهم 70 يعني 140 وحده اللي كتكون فيهم، ريحتهم زوينه. هذا ديال فلوبي شوفوا، كيجيو كما قلت لكم جوج ب 10 درهم. هذا هو الزنطيك اللي كنقول لكم دائما ديال سراق الزيت، هذه هي اللي درت انايا، درت الصغيره ديالها، راه عنده الكبيره والصغيره كيف ما بغيتو. هذه هي بوماده كتبقاو تحطوها غير في القطط، نقطات هكا في الجوانب ودقه بطلال، من قسما بالله 3 ايام ما كتلقاوش سراق الزيت نهائيا، ونهائيا ما كتلقاوش هكا طايح ميت، ما كتلقاوش نهائيا، ما عرفتش فين كيزيد، يقدر واحد ياكل واحد وكيموتوا كاملين. شفتوا كاين هاد الكبيره وكاين الصغيره، بشحال هاد الكبيره؟ كبيره ب 70 درهم، والاخرى 45 واقيلا، 45. كاين عندو البنات حتى دوك سمحنا، كاين عندو حتى هادو البنات، هاد لي ساشي ها هما، حتى هما كيديروهم مع دانون ولا مع البطاطا كيديروها بيغي، ولا ساشيات ياك، شوفو، أغلبية كيديروهم في دانون باش مكيبانوش كيلصقو هادو. كانت واحد المتتبعة سولتني على البرودوي ديال الملابس السوداء، راه ديجا بارطاجيتو معاك، كنت جاوبتك في الكومنتار، كنتمنى تشوف هذا الفيديو. هذا هو البرودوي اللي قلت لك اختي، هذا هو اللي كنستعمل دائما حتى انا الملابس السوداء، ما تيخليهمش يكشفوا وما تيخليش فيهم داك هكذا داك اللي كي داك بحال داك الشهوبيه ديال الملابس، لا كيبقاو صراحه كيلمعوا. ها انتم هو هذا، شحال الثمن ديال هذا محمد دابا؟ هذا هذيك الثمن ديالي ب 40 درهم، 40 درهم الثمن ديالو، جوج اترو. هاد المعطرات ديال الجو، كاين معطر كاين ديال الجسم وكاين معطر الجو، هانتوما هادو معطر ديال الجو، هادو شوفوا كاين رغبة، كاين معطر هذا رغبة الاخر، كاين هذا 24 قيراط ديال الذهب، وكاينين هادو هادي وشوشة، وشوشة وعود مود. بالنسبة للأثمنة البنات غنقول لكم دابا الأثمنة 25 هما تاع 30، هادو 25 رغبة وهادي 24 قيراط وشوشة 25 درهم، وهادو وهادو 30 درهم. شفتوا زوين في هاد الكولونيا، هاديك تقدروا ديروها في الرشاش، ديروها فوق الملابس ديالكم، فوق ديروها مثلا في لا سيقتو ولا شي حاجه، هادي فنه ريحه البنات. كاينه هادي وكاينه هادي، شوفوا نتوما الريحه اللي كتعجبكم، كاينه هادي الخزامه وكاينه هاد الاخرى. بالنسبه للثمن ديالها البنات يصدمكم، 10 دراهم لكل وحده ها نتوما. وبالنسبه غير غتسالي هاد الكونتيتي اللي كاينه عنده، راه تبارك الله دابا عنده واحد الكميه ها نتوما، هذا غترجع ل 20 درهم. المهم حاليا باقي هاد الشهر كامل غتبقى لكم ب 10 درهم. كنت كنبارطاجي معكم الحلفات كلشي كاينين، ها نتوما الشيفون هذا هو، شوفوا البنات قسما بالله الا هذا كنشكروا لكم، حيت عرفت انا علاش كنهضر لكم. هادو حتى هما هادو بشحال؟ هادو 25 درهم، هادو 25 درهم، وهادو ب 18 درهم، والصغير ديالهم هذاك 9 درهم. وهادو راه حتى هما كاينين وجديدين. شنو هما عندك؟ هادو هما بحال جولي، هادو حتى هما زوينين هادو. شحال الثمن ديال هادو دابا؟ 25 درهم. 25 درهم شفتو؟ كاين هاد النوع هذا داير ب 15 درهم حتى هو، هذا كيجيو فيه 4، وهذا تبارك الله راه كيجيو فيه 5، راه وريتكم كاع هذا كيجيو فيه حتى هو 5 شفتو؟ وبالنسبة للجيكس هو راه كاين عنده هذاك داك الحرش اللي ملس، هذا باش تفهموني، هذا راه ماشي قمش فاش كتكوبي الاواني، هذا راه ما كيجرحش زعما، داكشي بغيت نقول لكم. ها انتم هذا اللي كنخديت كنبارطاجيتو معكم. هذا بشحال محمد؟ 5 دراهم. 5 دراهم، وهذا؟ هذا 10 دراهم. هذا 10 دراهم، هذا كبير على هذا، شفتوا هذا كيطيح لكم اقتصادي. هادي احسن وحده البنات جربت، دائما كنوريها لكم. شحال دابا الثمن ديالها؟ 10 دراهم، باقي 10 دراهم. ها انتم هادي ما كاينش لون اخر فيها؟ هادي 8 دراهم. هادي فيها جوج. فيها جوج 8 دراهم. هادي فيها جوج 8 درهم، والله ما تاخذوا 10 درهم كطيح لكم اقتصادية. كاين لوانات. ما اللويناش هذا. هادي فيها لبس. لا درت، لا ماشي هذا درت انا ذاك الليكيد. لا هذا ما درتوش. هادي كديريها وكديري عليها ماء سخون. بصح. شحال هادي؟ 8 درهم، هذيك دابا 8 درهم، الباكية فيها. قول فيها جوج 8 درهم. لا. 8 درهم الوحدة. 8 درهم الوحدة. شفتوا يعني 16 درهم جوج. قول هذه كتكون فيها جوج. اييه هو هذا البرودوي. ها انتم انا عندي الليكيد ديالو، دابا راه جابوا هذا كما كتشوفوا كتكبوا عليه الماء السخون. يعني كنسقطهم انا ب 8 درهم. اييه مزيان. واللي بغا صافي. البنات شوفوا لي الجديد كذا اللي كاين عند محمد، المهم اللي ما صورت لكم غير الجديد. هذه شحال فيها وحده؟ فيها 6. 6 د البياسات؟ 6 والثمن 10 درهم الوحده. والله الا فنين، شوفوا. وريهم حلها كامله باش يبان لهم قداش. ها انتم شوفوا قداش، شفتوا كبيره ب 10 دراهم. شوفوا الالوان اللي كاينين فيها، وفيها الوان. شوف هادي شحال زوينه هاد اللون، عطانا هاد اللون محمد.
ايه هي اللي عندي البنات. هانتوما هاد الرشاشه ديال ايرويك هو عنده حتى لا ماشين ديالو راه كنبارطاجيتها معكم بحال ديالي هادي وعنده ايه راه خديتني عندك شي وحدين زوينين ريحتهم ريحتهم واعره هادي ريحتهم. هادي البنات اللي قال لي دابا محمد داروا فيها غير حجره وحده ما بقاتش فيها جوج الحجرات كديروا هادي هنايا شتيها ها هي الحجره شتو فيها وحده اللي كتخدم دابا فداك الفوق شتو الحلال ديالها هو هنا وكتسد والله الا مزيان هاد البلان. شحال الثمن ديال هادي؟ 60 درهم 60 درهم بالعماره ديالها والله الا زوينه شوفوا البنات هادي راه ب 60 درهم كامله انا نورمالمون راه هادي كنت خديتها ب الثمن يلا ديال اللي كتعلق فيها داك القديم شوفوا زوينين انتم الريحات ديالهم شحال هذا محمد؟ 5 درهم 5 درهم كافور انتم عارف وفراسك ريحته زوينه هذا ماشي داك اللي كانت خانزه والله ريحته زوينه هاك الثمن ديالو راه مناسب 12 درهم هاد الباكيه كامله 12 درهم 12 درهم شتو البنات 12 درهم الباكيه كامله